عيدكم مبارك سعيد، وهذه عناوين الظهيرة. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر، وبمناسبة العيد يصدر عفوها على 958 شخصا. أجواء العيد المميزة نرصدها من فاس الحسيمة وجدة وكذلك العيون، وجل دول العالم الإسلامي تحتفي بقدوم عيد الفطر هذا اليوم، يلي شهرا من الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله تعالى. وكيف نعود إلى نمط التغذية العادي بعد رمضان؟ الجواب على لسان أهل الاختصاص. أهلا بكم، اليوم نحتفل إذن بعيد الفطر في يوم فرحتنا حمدا وشكرا لله تعالى على تمام نعمة الصيام. وبهذه المناسبة تتقدم القناة الثانية بأطيب المتمنيات لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة وللشعب المغربي والأمة الإسلامية بالرقي والازدهار والأمن والهناء. وصباح يومه الاثنين أدى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس صلاة عيد الفطر مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وأخذا بعين الاعتبار استمرار العمل بالتدابير الوقائية المعتمدة، فقد أدى جلالته صلاة العيد في إطار خاص وبحضور محدود جدا. وبمناسبة عيد الفطر أصدر جلالة الملك عفوه على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة السراحة والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، عددهم بلغ 958 شخصا، من بينهم 29 شخصا محكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف. ومن مظاهر الفرحة التوجه نحو المساجد والمصليات لأداء صلاة العيد، رجالا ونساء وأطفالا استقاموا وتعالت تكبيراتهم في مشهد ديني بهيج مميز لأداء هذه السنة المؤكدة. الصورة نريدها من مصلى السعديين بفاس في ربورتاج أسامة أفقير وأنور الغماري. منذ شروق شمس يوم العيد بدأ المصلون يحجون إلى ملعب السعديين لأداء صلاة العيد هنا بمدينة فاس، بعد انقطاع دام لسنتين تسببت فيه جائحة فيروس كورونا. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. المصلون يلجون إلى هذا المصلى وهم يهللون ويكبرون بتكبيرة العيد، إنه يوم عظيم. لا إله إلا الله، الله أكبر. هذا من فضل الله اللي جينا نأديو هاد الفريضة، وكنتسناو الصحة للجميع والله يهز علينا هاد الوباء وسيدنا الله ينصرو. الحمد لله، هذه فرحة زعما جاينا كبيرة، بحال شنو نقول لك، فرحانين بزاف ملي ترفع علينا هاد الوباء، والحمد لله الدنيا مزيانة. الله يسر مبروكه بجميع الأماني، والله يدخلوا بالصحة والسلامة لجميع المسلمين. صلاة العيد هي شعيرة دينية جليلة وسنة نبوية مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها في حياته وحافظ عليها السلف الصالح. الأجواء هذه والحمد لله احنا دابا تسلقات الامور والوباء ترفع شي شويه. وبعد اداء الصلاه ذكر الخطيب في خطبتي العيد ان الاحتفال بعيد الفطر يعرف بيوم الجائزه على ما قام به المؤمنون من صيام وقيام ابتغاء مرضات الله ومغفرته. وبعبق العادات والتقاليد العريقة تحيي الأسر الوجدية عيد الفطر المبارك وسط اجتماع العائلة، ووفق طقوس خاصة يحرص الآباء والأمهات على ترسيخها لدى الأجيال الناشئة. من وجدة ربورتاج عبد الحميد المرابطة ويونس الناصري. بأدائه لصلاة العيد رفقة ابنه يكون نصر الدين قد استقبل العيد بنكهة مغايرة عن العامين الماضيين، فالعيد لا يحلو إلا بلقاء الأحبة ومعايدة أهل البيت. عيد مبارك سعيد لكاع المغرب وما فامي وصحاباتي وكاع اللي كنبغيهم. عيد مبارك سعيد، حنا فرحانين لحقاش هاد العيد مبدل، رحنا فرحانين اونتر فامي. اما بالنسبه للام التي اعتادت على التمسك بتقاليد الاجداد فقد شرعت مع تباشير الصباح الاولى في اعداد وتاثيث مائده الافطار التي يتصدرها الكعك والمقروط ومختلف أنواع الفطائر، مع وضع آخر ترتيبات الاحتفال بمعية أبنائها، فالعيد والأطفال يشكلان لوحة فرح جميلة.
كنتمنى عيد مبارك سعيد لجميع المغاربه فين ما كانوا داخل وخارج المغرب بالصحه ولهنا وباش تمناو هذه يعني ثلاثه السيمانات وحنا كنحضروا له باش نفرحوا الوليدات حيت عيد الفطر ديال اللباس التقليدي نفرحوا الوليدات ونلبسوهم اللباس التقليدي ونوجدوا الحلويات ديالنا وعلى حسب التقاليد ديالنا. تقاليد وطقوس نقشت على جدران القلب وسكنت اعماق الروح، فعيد الفطر المبارك مناسبة لتقاسم الفرح ونشر البهجة ووصل الرحم وزيارة الأهل والأحباب ونشر قيم التضامن والتآزر. وتغيرت الأجواء الحمد لله، ولينا هذيك الملمة اللي كانت كاينة زمان ولينا تهي عشناها ولينا نعيشوها ولينا تلاقاو. عيد سعيد وكل عام والوجديون والمغاربة بألف خير. والغاية من تشريع عيد الفطر إدخال الفرحة على قلوب الصائم وإبراز مظاهر التعاضد بين المسلمين. بمدينة الحسيمة حظي نزلاء مركز الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين بصبيحة سعى فيها مسيرو المركز والمحسنون إلى إدخال السرور والفرحة على قلوب النزلاء. ريبورتاج فؤاد عزوزي ومحمد حجوب. مركز الرعاية الاجتماعية للمسنين بمدينة الحسيمة صبيحة يوم العيد الابتسامة عادت لترسم من جديد على وجوه النزيلات والنزلاء بعد أن حرص محسنون على تأتيت مائدة العيد وخلق أجواء عائلية بفضاء المركز. كل عام وأنتم بألف خير، كنتمنوا الصحة للجميع إن شاء الله فيها ونعود ونعيد إن شاء الله مرة أخرى ونشيق قاقه مديح كلشي انسان سوا واخا خصو له شعطه. الحمد لله انا كنفطروا دابا ما خصنا والو الحمد لله الحمد لله ونشكروه الا هذاك الولد اللي في الخاطر ديالي. المسلمين كلشي بخير وعلى خير ان شاء الله يكونوا. يوم استثنائي في صبيحه العيد بالنسبه للنزلاء ونزيلات المركز، اخذوا زينتهم ولبسوا احسن الثياب وتناسوا للحظات جو الحرمان ليعيشوا فرحة العيد مع ضيوفهم. استيقظنا باكرا لصلاة الفجر وغيرنا ملابسنا وعشنا أجواء العيد والإحساس بالفرح. وجدنا لهم يعني جميع الوسائل باش يحسوا أولا يعني بالعيد وثانيا باش نوفروا لهم داك الشيء اللي كيكونوا في جميع الأسر يعني في الطابلات ديال الأسر المغربية وجميع المحسنين والمحسنات اللي يتعاونوا معنا على أساس باش هذا المركز يلقى ظروف يعني مواتية باش نعطيو الحنان ونعطيو داك الشيء اللي محتاجينه هاد المسنين اللي كاين في المركز. هذا المركز الذي يعد ثمرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يأوي اليوم 28 نزيلا، اجتهد أهل الحسان ليتمتعوا بأجواء عائلية دافئة ولكي لا تغلق في وجوههم أبواب الفرحة في يوم العيد. من المظاهر العريقة لإبراز الفرحة بقدوم العيد الحرص على التزين بالملابس التقليدية. الرجال بأقاليم الجنوب لا يستقيم احتفالهم إلا بارتداء الدراعة الزي التقليدي المميز. من العيون ريبورتاج يوسف ويشو وزهير هنان. الدراعة الزي الصحراوي المتميز لا يزال يلقى الإقبال هنا من ساكنة الجنوب في جميع المناسبات الدينية أو العائلية نظرا لما يرمز إليه من ارتباط وثيق بهوية وتقاليد وثقافة مجتمع البيضان. نحن في العيد نعيد بالدراعة بالزي التقليدي مخلين وجدادنا موصين عليه ويبين العرف ويبين التقاليد. الحمد لله العيد الحمد لله عندنا هون في الجنوب هون الدراعة يخلق عليها إقبال. هي الدراعة تعرف عند هذيك الفصالة التقليدية تكون مفضفضة شوي، فهمت؟ هذيك الفتحات في الجناب بنادم يردها على كمامه على مناكبه الفوق وزين فيها تقعد تحتها القميجة ديالها والسروال ديالو الصومبل هي هذه. خياطة الدراعة ليست بالشيء اليسير بل هي مهنة تتطلب الحرفية والفنية خاصة فيما يرتبط بعملية التطريز. خالق درعة 10 مطر 10 فيها 10 فيها 10 مطر ديك درعة هاي الكبيرة خارقة 8 مطر فيهم الأبيض والأخضر والأثمنة مختلفين تبدأ من 5000 درهم لين تسالي اللي هي الدراعة لين تسالي ب 7000 ريال اللي هي 350 درهم. مناسبة كعيد الفطر محطة تنتعش فيها سوق بيع وخياطة الدراعة، الزي الذي يشكل أبرز مظهر من مظاهر الاحتفال عند ساكنة أهل الصحراء.
مناسبة هو عيد الفطر لصلة الرحم وتبادل التهاني أطيبها نرده على لسان مواطنين من مختلف المدن المغربية كما استقتها كاميرا القناة. عيد مبارك سعيد على جميع المغاربة والمسلمين. كنقدم تهاني للملك محمد السادس والأسرة العلوية كاملة. كنتمناو دوم المسرات والافراح على الشعب المغربي عامه. بمناسبه ان كورونا نقصات وما بقاتش كما الاول، الحمد لله غادي نتجمع مع الحباب ونباركوا لهم العواشر ونتلاقاو معاهم ان شاء الله. كنبغي نبارك المغاربه سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب، كنبارك لهم العيد والله يبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله. تنبارك المغاربه العيد الصغير وتنباركوا لسيدنا وتنتمنوا من الله تعالى يرفع علينا هذا الوباء وعلى الامه الاسلاميه جميعا. نتقدم للشعب المغربي بكل الأماني وكل المتمنيات وعيد مبارك سعيد. عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. متمنيتنا لكل المغاربة ولكل المسلمين الصحة والعافية. عيد مبارك سعيد وكل عام والمغاربة بألف خير. نسأل الله القدير أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. نتمنى إن شاء الله الحرب يعني تهدى باش الناس شويه باش الاثمنه تطيح، وهذا حيت هذا الشيء كله عالمي. كنتمنوا السعاده ديال قنيطش ان شاء الله، وكنتمنوا الرفاء لهذا البلد السعيد، وان شاء الله تمر هذه الازمه ديال الاسعار اللي حنايا كنعانيو منها. كنتمنوا المغرب يدير كوب دي موند ان شاء الله الى كتاب. نتمنوا الخير لجميع المغاربه والامه الاسلاميه ان شاء الله. عيد مبارك سعيد للجميع. وعيد الفطر يحل الاثنين بأغلب الدول الإسلامية لتتعدد مظاهر الاحتفال بهذا اليوم بتعدد العادات والثقافات توحدها روح العيد الذي يلي شهرا من الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله تعالى. الصور المتداولة أداء صلاة العيد كما سنتابع مع يونس رفيق. ملايين المسلمين يحتفلون اليوم بعيد الفطر المبارك، و21 دولة عربية أعلنت أن اليوم الاثنين هو أول أيام العيد بعدما ثبتت لديها رؤية هلال شهر شوال، وتقطر المسلمون في مختلف ربوع العالم على المصليات والمساجد والساحات العامة لأداء صلاة العيد بعد رفع التدابير الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا الذي حتم على المسلمين عدم أداء صلاة العيد في المصليات والمساجد خلال العامين الماضيين. في مكة المكرمة أدى ألف المصلين صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام في أجواء روحانية عظيمة، أجواء البهجة وفرحة العيد شهدتها القاهرة بالجمهورية العربية المصرية، وأقيمت الصلاة في جميع المساجد الكبرى والمصليات، كما كان اصطحاب الأطفال سمة بارزة في هذه الأجواء الاحتفالية الروحانية التي عادت لتعم من جديد بعد انقطاعها خلال العيدين السابقين. العيد عبارة عن صلاة العيد وبهجة، فيعني السنة اللي فاتت تعتبر أو السنة اللي فاتت كناش بنحس بعيد بسبب إن هو الحجر وبالليل يبقى فيه حظر والكلام ده، فما كانش بيبقى الواحد حاسس بالعيد، فالسعادة تبقى مختلفة. لكن طبعا يفرق كتير ان انت تصلي في بيتك مع اسرتك ومع كل الشعب بتاعك او كل الوطن بتاعك بتصلي معاه، ده شيء جميل جدا. كما توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة العيد، وشهد قطاع غزة والضفة الغربية نفس الأجواء التعبدية حيث امتلأت الساحات بالمصلين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وغصت جنبات ملعب جاكرتا الدولي بإندونيسيا بالمصلين الذين أتوا منذ ساعات الفجر الأولى لأداء صلاة العيد في أجواء إيمانية إحياء للسنة النبوية الشريفة. الظاهرة متواصلة وفيها أيضا كنوبس تستأنف المراقبة الطبية القبلية على طلبات تحمل 119 دواء باهظ التكلفة. ومسجد الأندلس بفاس شيدته مريم الفهرية نزوره في فقرة مساجد المملكة العربية. وقبل ذلك بعد شهر من الصيام يتعود الجهاز الهضمي على نظام غذائي خاص، نظام يتغير مرة أخرى ويعود إلى سابق عهده بحلول عيد الفطر، تغيير يجب أن يكون تدريجيا حسب أهل الاختصاص لتفادي أي اضطرابات صحية كما سنتابع في ربورتاج صديق منزينة وفريد غيتو من طنجة.
بعد شهر من الصيام بنمطه الغذائي الخاص تكون العودة إلى النظام الغذائي المعتاد، لكن قد يؤدي التغير المفاجئ والكلي في هذا النظام إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، لذلك ينصح الأطباء بالعودة التدريجية إلى النظام الغذائي الطبيعي. نصحوا الناس بأنهم يردوا البال ويحتاطوا خصوصا في الأيام الأولى ديال العيد ومباشرة بعد شهر الصيام، فيحاولوا ما أمكن ما يكتروش من الحلويات، ما يكتروش من الأطعمة اللي كيمكن تسبب مشاكل في الهضم، ويمكن تعطي يعني انتفاخات وتعطي يعني اضطرابات في الجهاز الهضمي، ويمكن إنسان يعاني من مشاكل كبيرة في الصحة ديالو، فيتفادى الأمور اللي فيها النشويات، كذلك الأمور اللي هي مشبعة بالدهنيات وبالدسم. وينصح الأطباء بتناول وجبة إفطار خفيفة يوم العيد مع الاعتدال في تناول الحلويات حتى نتفادى إرباك الجهاز الهضمي. أما بخصوص الذين يعانون من أمراض مزمنة فعليهم استشارة الطبيب للتأكد من إعادة جدولة مواقيت جرعات الأدوية ومقاديرها. فأي شخص كي عنده يعني مرض مزمن وكان كيلتزم بالأدوية، فأول حاجة النصيحة اللي يمكن نوجه لهم فضروري خصهم يعني يستشروا مع الأطباء المعالجين ديالهم قبل ما يكون هناك أي تغيير في عدد يعني الجرعات ديال الدواء أو في التوقيت ديال الدواء، فيستشروا مع الطبيب المعالج ديالهم ويشوفوا يعني الوتيرة والجرعات اللي غادي ياخذها. ومن أساسيات التغذية السليمة بعد شهر الصيام تجنب الإسراف في الطعام وتقسيم الوجبات على فترات بكميات قليلة، وتجنب الأغذية الدسمة مع شرب الماء بكميات وافية، هذا مع الاعتدال في تناول اللحوم لتجنب مشاكل عسر الهضم. في موضوع آخر، اعتبارا من اليوم سيستأنف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المراقبة الطبية القبلية على طلبات تحمل 119 دواء باهظ التكلفة. الإجراء يهم الطلبات الواردة على الكنوبس عبر الصيدليات بعدما كان الصيادلة يلعبون دور الوسيط بين المريض والمصالح المختصة بسبب انتشار الوباء. التفاصيل في روبرتاج محمد بوبكر رفيق أقوماد ومولودي زينتي. استئناف إجراءات المراقبة الطبية القبلية على الأدوية المكلفة قرار يتعلق بأدوية قد يصل سعرها المطروح للعموم إلى 50,000 درهم تدخل في علاج مجموعة من الأمراض ضمنها الأمراض السرطانية وأمراض القصور الكلوي. كانت فترة ديال جائحة كورونا الصندوق قرر هي حماية المؤمنين وكذلك المستخدمين ديال الصندوق أنه يعلق المراقبة الطبية القبلية، والآن سنعود إلى يعني الوضع العادي وهو ضرورة يعني إلزامية الحصول على الموافقة المسبقة للصندوق قبل اقتناء الأدوية اللي كيف ما قلت كتبقى مكلفة وكتعلق بأمراض خطيرة. فترة توقف المراقبة الطبية القبلية على الأدوية لعب الصيادلة خلالها دور الوسيط بين المريض ومؤسسة كنوبس من خلال توليهم مهمة إرسال الملف الطبي للمريض المعني إلى المصلحة المختصة. اليوم الصيادلة توصل بواحد البلاغ جديد من الصندوق الوطني منظمات الاحتياط الاجتماعي اللي كيطلب فيها صيادلة الصيدليات بتحقق من وجود هذه الوثيقة، وثيقة لا بريز اون شارج، قبل تسليم أي دواء من أدوية المكلفة. القرار جاء بعد استقرار الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كوفيد-19 في المغرب، وتفعيل المراقبة الطبية القبلية سيشمل 119 دواء عالي الكلفة ابتداء من اليوم. الطب الصيني من خلال أنشطة البعثات الطبية الصينية بالمغرب كان موضوع ورشة للتعريف ببعض تقنيات هذا الأسلوب العلاجي العريق، ورشة نظمها المركز الثقافي الصيني بالرباط. روبرتاج محمد القنت ومصطفى السعدوني. بمدينة المحمدية ومدن مغربية أخرى تتواجد بعثات طبية صينية منذ أكثر من 4 عقود في العديد من المستشفيات، حيث تقدم للمرضى المغاربة خبرتها العلاجية في الطب الصيني في مجال الوخز بالإبر أو التدليك الصيني. جئت من مدينة المحمدية حيث أشتغل كطبيبة مختصة في الوخز بالإبر، والبعثة الطبية الصينية بالمغرب توجد منذ سنة 1975، ومهمتنا الطبية توظيف تقنيات وأساليب الطب الصيني التقليدي لعلاج المرضى وأيضا لتأكيد صداقتنا مع الشعب المغربي.
جئت اليوم لأشرح طريقة القيام بأسلوب التدليك الصيني التوين الذي أمارسه ضمن البعثة الطبية الصينية بمدينة المحمدية. ولتعريف الجمهور الواسع على تاريخ وبعض التقنيات وأسرار هذا الطب، يحتضن المركز الثقافي الصيني بالرباط لقاء مع مجموعة من الأطباء في مجالات اختصاص مختلفة لتقديم شروحات نظرية وتطبيقية حول هذا الأسلوب العلاجي. باعتباري طالبة البيولوجيا، أنا جيت لهذه العشية هذه باش نتعرف على الثقافة الصينية الطبية، وباش نتعرف يعني أن الصين اختاروا بزاف ديال الحاجات من خلال الطب ديالهم. الطب الصيني كوسيلة علاجية عريقة يكتسي أيضا بعدا ثقافيا أصيلا تجاوز حضوره حدود الصين بفضل الأسرار العجيبة التي يحملها والتي سافرت عبر الزمن. الطقس مضطرب غدا الثلاثاء بعدة مناطق. مديرية الأرصاد تتوقع في نشرة خاصة من الدرجة البرتقالية تساقط زخات قوية ومحليا عاصفية بمناطق وزان العرائش وشفشاون. معدل التساقطات قد يتراوح بين 30 و 50 ملم بين الرابعة من صباح غد والثانية زوالا، بينما قد يتراوح بين 20 و 25 ملم بالرباط سلا والقنيطرة. التساقطات الغزيرة والعاصفية محليا منتظرة أيضا بالحسيمة، قرسيف، توريرت، تازة، بولمان، مكناس، الحجب، سيدي سليمان، سيدي قاسم والخميسات. المعدل سيتراوح بين 20 و 35 ملم بين منتصف نهار غد والتاسعة من مساء الثلاثاء. والختام من فاس، تحديدا من مسجد الأندلس العريق الذي شيدته مريم الفهرية سنة 246 للهجرة. نقودكم في زيارة داخله في فقرة مساجد المملكة العريقة مع أمينة خباب. مسجد الأندلس هو توأم مسجد القرويين، وذلك أنهما معا بنيا في حقبة واحدة وفي تاريخ واحد، وكان ذلك في عهد الأدارسة. الذي بنى هذا المسجد وامرأة فاضلة صالحة هي مريم الفهرية أخت أم البنين فاطمة الفهرية التي بنت جامع القرويين. ففي البداية وبمجرد الفراغ من بنائه كانت تقام به الصلوات الخمس، واستمر الحال على هذا الأمر إلى أن مر ما يقرب من قرن من الزمن. بعد ذلك سيتحول هذا المسجد إلى مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة. إذن هذا المسجد قام بوظيفة أولا دينية، ثم قام بوظائف أخرى علمية ثقافية بواسطة الخطب والدروس الوعظية التي كانت تقام هنا. الملوك الذين كانوا يحكمون المغرب والذين كانوا يحكمون هذه المدينة مدينة فاس كانوا يسخرون منبر هذا المسجد لبث توجهاتهم ولبث سياستهم العلمية والثقافية، وهذا ما قام به الموحدون. ففي عهد الناصر الموحد اعتنى عناية خاصة بهذا المسجد وأضاف إليه بنايات أخرى، أضاف إليه هذه الأبواب الكثيرة التي يبلغ عددها تسعة أبواب، منها باب خص لباب الأمراء، وكذلك باب خص للأئمة، وباب آخر خص للنساء. وبالإضافة إلى صحنه وإلى سقايته وما إلى ذلك، هناك زخارف كثيرة تدل على اهتمام ملوك هذه الدول بهذا المسجد. في ختام الظاهرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر، وبمناسبة العيد يصدر عفوه على 958 شخصا. في النشرة رصدنا أجواء العيد بمختلف مدن المملكة، زرنا فاس ووجدة والعيون والحسين. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة دوزام.ma أو تطبيق ماي دوزام. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، عيدكم مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.